إذن بسم الله وعلى بركة الله انطلق في هذه اللحظات آخر الأشواط اللي من مسافة 2 كيلو، وهو أيضا شوط للأخوة السودانيين لفئة القعادين المفاريد. انطلق مع أول المنطلقين هناك مع الصدارة مع المقدمة مباشرة لأرنتبه لأبو الزبير البطحاني في الصدارة، وفي ثاني المراكز هناك من الجانب الأيمن اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن هذا مشاكل لصالح محمد الرشيدي، وفي ثالث المراكز لطام للصديق الشريف اللحوي في ثالث المراكز، وفي رابع مراكزنا هذا الباز لموسى حسن موسى. خامس المراكز هناك القدوم والوصول من جانب شاهين لعطية سلمان الرشيدي. أعود إذن بعدما ناديت على الخمسة مراكز المتقدمة، أعود مع الصدارة مع المقدمة هناك لأذهب مع مشاكل لصالح محمد الرشيدي في المقدمة وفي الصدارة. أما ثاني المراكز فأرى هناك الاندفاع هو الوصول من جانب في هذه اللحظات هذا لطام للصديق الشريف اللحوي، ولكن هناك انتبه في ثاني المراكز لأبو الزبير البطحاني، ينبه الجميع بأنه متواجد في هذا الشوط وبقوة. والآن أرى لوحة 700 متر، ها قد تجاوزناها في هذه اللحظات بقيادة مشاكل لصالح محمد الرشيدي. الله 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 يا مشاكل يا صالح يا محمد الرشيدي على هذا الأداء، ولكن هل الطلايب واصلين؟ يطرقون الأبواب في هذه اللحظات، يشكلون الخطورة، يضايقون مشاكل. واللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات هذا الشبابي لعبد الباقي النمر، الشبابي هذا الاسم الكبير، هذا الاسم العريق، الله يا الشبابي. ولكن اللي جاوز هناك يا سلام يا شاهين حمد الله حسن حمد الله مع شاهين جاوز من الجانب الأيسر. الله 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 الله، هذه هي أيضا السلالة الشاهينية المعروفة، السلالة العريقة مع شاهين حسن حمد الله عفوا حمد الله حسن حمد الله في المقدمة وفي الصدارة. ثاني المراكز هناك يبقى مع مشاكل لصالح حمد الرشيدي، ولكن خلاص خلاص خلصها شاهين حمد الله حسن حمد الله. تهانينا والناموس لمالك شاهين حمد الله حسن حمد الله اللي في ثاني المراكز مشاكل لصالح حمد الرشيدي. ثالث المراكز اللي ما قصر هذا الشباب اللي عبد الباقي النمر، التوقيت الزمني 3 دقائق 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.